السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، بعتذر يعني على صوتي لأني عندي دور برد، بس النهاردة جايبة لكم عروض. بسم الله الرحمن الرحيم. عروض 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 في شقق للإيجار، فرصة ما تتعوضش. معانا كل جديد في الفيديو ده يا جماعة، كملوا للآخر لأن في صور للشقق ديت. بس قبل أي شيء، نشوف قناتي أول مرة، اشترك في القناة وافعل الجرس ليصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو عشان الناس كتير تشوف وتستفاد من العروض الشقق ديت. طبعا في هنا شقق ايجار عقد مفتوح 59 سنة وبأقل الأسعار، في شقق للشباب ومحدود الدخل بدون وسيط، وفي احسن العروض وتشطيب وشطب شقتك على مزاجك. في شقق للإيجار ابراج كاملة، المرافق، اسانسير شغال، مية حلوة، عداد كهرباء، سلم رخام، وكمان في مقدمات خيالية جدا. مقدمات بتبدأ من 4000 جنيه لحد 20000، طوب احمر وكده. كملوا معايا الفيديو، في عروض خيالية وتسهيلات كمان في الدفع، وكمان عندنا احدث التشطيبات سوبر لوكس وهاي سوبر لوكس. مساحات بتبدأ من 70 متر لحد 130 متر. المساحة دي 70 متر عبارة عن اوضتين وصالة ومطبخ وحمام، بتبدأ مقدمها من 30000 لحد 40000. وال 85 متر اوضتين وصالة ومطبخ وحمام من 45000 لحد 55000. وفي 100 متر تلات اوض وريسبشن ومطبخ وحمام، بتبدأ من 60000 لحد 70000. اما ال 130 متر فهي تلات اوض وريسبشن قطعتين وحمام ومطبخ من 75000 لحد 95000. الاسعار بتشمل المرافق والتشطيبات. الايجارات بتبدا اللي هي 70 متر ب 500 جنيه، ال 75 متر بيبدا من 650، ال 90 متر 750، ال 100 متر 800 جنيه، ال 110 متر 1000 جنيه. وفي شقق اللي هي 130 متر ايجار بيبدا من 1100. وفي عروض مش عند حد كتير، وكمان اول شهرين بتاخد الشقه بدون ايجار. طبعا ارقام التليفونات هتظهر قدامكم على الشاشه، تتصلوا وتشوفوا كل ده على ارض الواقع. وطبعا من حقكم تستعلموا عن كل حاجه وعن العدادات وكل حاجه. طبعا يعني دي صور الشقق، دي عينه من التشطيبات وهتاخدوها على المفتاح، وفي طوب احمر. كملوا الفيديو للاخر عشان تتراجعوا على الصور. ولو اللي عجبوا الفيديو لايك ومشاركه للفيديو عشان ناس كتير تشوف العروض دي. واللي يشوف قناتي اول مره، اتمنى انه يشترك في القناه ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.